يقول: هل السلف اليوم ضد المذاهب الأربعة أو لا يحترمون المذاهب الأربعة؟ من ينتهج اليوم يقول مثلا: أنا متبع للمنهج السلفي. ما هو مفهوم المنهج السلفي عندما يقول إنسان أنا متبع المنهج السلفي؟ هو الفهم، فهم الكتاب أو تعظيم الكتاب والسنة على فهم سلف هذه الأمة، هذا مفهوم كلمة سلف. عندما يقول إنسان أنا سلفي يعني أني متبع للكتاب والسنة على فهم سلف هذه الأمة. إذا كان الإنسان كذلك فهم أعظم من يعظم السلف. وعندما يفصل الإنسان فيقال له مثلا: من سلف هذه الأمة؟ فيقول: الصحابة والتابعون وأتباع التابعين من الأئمة المتبوعين كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، فهم المعظمون حقيقة لسلف هذه الأمة، ومنهم الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وأمثالهم كعروة والزهري وسفيان وسفيان والأوزاعي وأئمة الصحابة وأئمة التابعين، فهم المعظمون حقيقة لسلف هذه الأمة، ومنهم هؤلاء الأئمة الأربعة. لكنهم لا يدعون فيهم العصمة، لا يدعون في هؤلاء الأئمة العصمة، والأئمة هؤلاء أيضا لم يدعوا لأنفسهم العصمة، وإنما العصمة للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن البعض يرى أنك إذا لم تغلو في هؤلاء الأئمة الأربعة وتجعل قولهم دينا يحتج به فأنت لا تحبهم. لابد أن يعلم أن هؤلاء الأئمة يحتج لهم ولا يحتج بهم، وإنما الذي يحتج به الكتاب والسنة وإجماع هذه الأمة. أما أقوال العلماء فيحتج لهم ولا يحتج بهم، وهذا تقريبا شبيه بردنا على النصارى عندما نقول لهم مثلا إن عيسى عليه السلام عبد الرسول وليس ابنا لله ولا ثالث ثلاثة، قالوا: أنتم لا تحبون عيسى. وإذا أنكرنا على الشيعة غلوهم في علي والحسن والحسين ولم نقل بما يقولون به، قالوا: أنتم لا تحبون أهل البيت. وكذلك هنا إذا قلنا عن هؤلاء الأئمة الأربعة: أئمة أجلة علماء ولكنهم غير معصومين، قالوا: أنتم لا تحبون هؤلاء الأئمة. هذا من الباطل بمكان حقيقة. بل من كان يدعي أنه سلفي فيجب عليه أن يعظم الكتاب والسنة على فهم سلف هذه الأمة، وإلا لم يكن سلفيا وإن ادعى ما ادعى. فإذا رأيت رجلا لا يعظم الكتاب أو لا يعظم السنة أو يقدم فهمه ويأتي بأقوال جديدة لم يقل بها أحد من سلف هذه الأمة فليس بسلفي أبدا. إذا كان الإمام أحمد وهو من هو في العلم والفضل والمكانة كان يقول: لا تقل بقول إلا ولك فيه إمام. وكذا يقول ابن تيمية وهو من هو في العلم والفضل، يقول: ما قلت بقول إلا ولي فيه إمام. هذه هي السلفية، الإنسان لا يبتدع أقوالا من عندي نفسه، والله أعلم.